اليوم بدي احكي لك قصة شاب خلاني انذهل وخلاني استغرب، هل في ناس عن جد بتفكر بهاي الطريقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي مذكرة ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، وكالعادة لا تنسى الهاند واشينج وتلبس الجلوفز وتجيب الماسك لأنه الوضع جوا بده ايزوليشن. الحقيقة اللي لا يختلف عليها اثنين إنه إحنا الشعب العربي كلياتنا حكوماتنا مقصرة فينا، ومن ضمن التقصير اللي الحكومات مقصرة فيه مش بس إنه ما فيش شغل والرواتب قليلة والكلام الفارغ، لا برضه هم ما ساهموا في بناء الإنسان. فلما تيجي تقول أنا علمت ابني أحسن تعليم وربيته أحسن تربية، بنصحك تسكت، لأنه الزبال اللي في بلادنا هاي ما اسمها تعليم. في كل بلاد الدنيا لو بدك تتكلم عن التعليم الأساسي، التعليم الأساسي الولد بتعلم العلم اللي في الكتب، بتعلم كيف يعمل أبحاث، بتعلم كيف يطلع ويلقي خطب في الناس، بتعلم يدور على المعلومة ويعمل لها برزنتيشن أو يعرضها قدام البشر، بتعلم أشياء ثانية كثير غير العلم الموجود بالكتب، بعلموه كيف يفتح مشروع لحاله، بعلموه كيف يعمل دراسة جدوى ويقدر تقديرياً قديش احتمال النجاح، بعلموه كل إشي ممكن يحتاج إله فيما بعد، يعني قبل ما تخلص توجيهي أو ثانوية عامة بتكون عارف كيف تعمل CV، بتكون عارف كيف تدخل على مقابلة، بتكون عارف كيف تقنعهم بنفسك سواء رايح تدرس في الجامعة أو رايح تشتغل في أي مكان، بتكون عارف كيف تعمل مشروع لحالك وتجيب قرش وما تحتاج لحدا، لأن هم عندهم بعد 16 سنة أبوك ما بتدخل فيك ولا بعطيك قرش. فإحنا ليش ما يكون عندنا مدارس وجامعات بتدرس الواحد أشياء ثانية غير المنهاج، مع أنه المنهاج أصلا زبالة، بس هاي قصة ثانية بنحكي فيها في فيديو ثاني. لكن كيف يتخرج الواحد من الجامعة عمره 22 سنة وهو ما بيعرف يعمل CV، وبيشتغل 5 و10 و20 سنة وبرن علي عمره 38 سنة بقول لي تعمل لي CV وعطيك 5 دنانير؟ انت كيف معتبر حالك بني آدم أصلا؟ المهم، فهذا أولا وآخرا تقصير من الحكومة لأنها ما ساهمت في بناء الإنسان. هي بتعلمك أنه هالكلمتين مكتوبات في هالكتاب، احفظهم زي ما هم وبصومهم زي اسمك، بتروح يوم الامتحان بتكبهم على الورق وبعد 5 دقائق بتنساهم، لأنهم بدهم شعب متخلف ينقل له اعمل يقول حاضر بدون ما يفهم، بدهم شعب حافظ مش فاهم. هاي هي القصة. شو اللي جاب السيرة؟ في يوم من الأيام أنا كنت مداوم في أحد المستشفيات الخاصة في عمان. هذا المستشفى كان فاتح جديد وكان الشغل قليل جدا، يعني عندك مريض، ثاني يوم ما عندك ولا مريض، ثالث يوم عندك مريضين، زي هيك. فبيوم من الأيام أنا قاعد على الكاونتر، كنت مداوم بالفلور الميديكال سيرجيكال يومها، فجأة بدخل علي شاب عمره 16-17 سنة، فبيسألني وين الطبيب المقيم الموجود في هذا القسم. فطلعت فيه هيك إنه شو بدك في الطبيب المقيم؟ قال لي أنا طالب خلصت الأول ثانوي، هذا الحكي تقريبا شهر 6-7، كنا بداية العطلة الصيفية. قال لي أنا طالب خلصت الأول ثانوي جديد، والسنة الجاي داخل على ثانوية عامة، بدي أقدم امتحان التوجيهي، وأنا إنسان من ناحية المعدل طول عمري الأول على المدرسة وبجيب 100%، من ناحية الفلوس ربنا معطينا، وحتى لو الجامعة الحكومية ما قبلتني بدخل جامعة خاصة بالتخصص اللي بدي إياه، أو بدخل في الحكومة على البرنامج الموازي بالتخصص اللي بدي إياه. قلت له طيب، قال لي هسا كل الناس اللي حوالي بقولوا له نصيحة ادرس طب، إذا بدك يعني تنجن وتبعد عن دراسة الطب يا بتطلع محامي يا مهندس. فأنا حابب أعرف شو هو الطب وبعدين أقرر أدخل طب ولا لا. لاحظ أنه لسه ما قدمش توجيهي أصلا، يعني قبل بسنة بسأل. فأنا انصدمت أنه في ناس بتفهم في هالبلد لهالدرجة. قال لي أنا بدي أعرف شو هو الطب، عجبني بقرر، ما عجبني بروح بعرف إيش هي المحاماة، ما عجبتني بروح بعرف إيش هي الهندسة. معي العطلة 3 أشهر طويلة. المهم قلت له وين غرفة الطبيب، راح قعد معاي يمكن 2 ساعة، ما كانش فيه ولا مريض بالمستشفى. فشرح له باختصار ايش هو الطب، كيف بدرسه، اكم سنة باخذ، قديش بكلفك، شو ميزاته بالحكومة، شو ميزاته بالخاص، شو ميزاته بالمستشفيات الجامعية، شو ميزاته بالمستشفيات العسكرية، شو ميزاته برا البلد، وهكذا. وقال له أنا بدي أتدرب معك، بدي أدخل معك على المرضى، بدي أشوفك كيف بتفحصهم، كيف بتحكي معهم، كيف بتعالج المرضى بالطوارئ، كيف تدخل عمليات إلى آخره. فبعته على الإدارة، الإدارة قالوا له بنعتبرك متدرب، تدفع 70 دينار أو $100
مقابل تدريب شهر، وبتروح بتفصل مريول أبيض على حسابك وبتحضر مع الدكتور اللي بدك إياه. عن جد هذا الحكي صار قدام عيني. الولد راح وفصل مريول ودفع $100 للمستشفى وداوم عنا شهر كامل، كل يوم يجي 8 الصبح روح 4 بعد الظهر، يقعد مع الدكتور، يوقف جنبه وهو بفحص المريض، يسمعه كيف بيحكي مع المريض، ينزل على الطوارئ يشوف كيف بيكشف على مرضى الطوارئ، يطلع الاي سي يو يتفرج على مرضى الاي سي يو، حضر عمليتين او ثلاث، شاف شو يعني عمليات كمان. في اوقات الفراغ كان احيانا يقعد بالساعه وبالساعتين مع الطبيب في غرفته يشرح له ايش يعني طب، شو الكويس في الطب، شو السيئات الموجوده بالتخصص، قديش بسحب من عمرك، قديش باخذ منك جهد ووقت، كيف الناس بنظروا للطب، وشو المشاكل اللي راح تواجهك لو صرت طبيب. بعد شهر كون فكرة صغيرة مبدئية شو هو الطب، وأنا متأكد أنه بعد ما طلع من المستشفى راح على مكتب محاماة وقعد له شهر عرف شو يعني محاماة، وبعدها راح على شركة هندسية عرف شو هي الهندسة، وأنا متأكد أنه حاليا أحسن بني آدم في عمان هذا الشاب. بدي ألخص لك الموضوع كله، السؤال القوي ليش ما كل أولادنا يعملوا زي هيك؟ على أيامي كان الإنترنت ضعيف جدا جدا، أنا قدمت توجيه سنة 99، كان الانترنت وجوده ضعيف جدا وسرعته ضعيفة جدا وعدد المواقع قليل جدا جدا وغالي جدا، فما كنت مستفيد منه. الجيل الموجود هذه الايام هو بنعمة مش حاسس فيها. انا اذكر بعرف ناس اصغر مني بعشرين سنة مجرد ما خلص توجيهي قال انا بدي ادرس هندسة، فراح على نقابة المهندسين قالوا له مثلا هندسة مدنية مشبعة، لو درستها مش راح تشتغل، هندسة معمارية كمان سنتين أو ثلاث راح يصير فيها ركود، يعني قبل ما تتخرج راح يصير التخصص ما في شغل، يا بتدرس هندسة كهربائية يا إلكترونية. فراح درس هندسة كهربائية وبعد ما تخرج بشهرين لقي شغل. الخدمات هاي والأشياء هاي ما كانت موجودة عندنا، فأنتوا في نعمة. حاليا بدخل على جوجل بقول شو الوظيفة اللي إلها شغل في البلد الفلانية بعرف في أجزاء من الثانية، أو بدخل على تشات جي بي تي بسأل الذكاء الاصطناعي أنا بدي أدرس كذا وكذا شو بتنصحني، بطلع لك مقالة من 5-6 أسطر بقول لك شو ميزاتها وشو مساوئها. فالأصل أنه يكون هذا الكلام مسؤولية الدولة. في كل البلاد المحترمة الولد بكون صف سادس أو صف ثامن بكون عارف حاله راح يتخصص علمي ولا أدبي، بوصل عاشر أو ثانوي بكون عارف لما يدخل الجامعة أنا مش راح أدرس إلا مثلا صيدلة أو فن أشعة، أو مش راح أدرس إلا مثلا لغة فرنسية أو لغة إسبانية، فبكون حاطط في باله تخصص أو اثنين ما بنفع إلا هم. بعدين عندهم ما في إشي اسمه لجنة القبول الموحد والهبل اللي عندنا هناك، لأنه الدراسة غالية جدا مش أي واحد بيقدر يدخل الجامعة، والتخصص تدخل لو التخصص بسع مثلا 100 طالب راح تفوت تلاقي فيه 80 أو 70 أو 40، فأنت بتقدر تدرس طب في البلاد الكويسة حتى لو معدلك 60 عادي جدا. ما في إشي اسمه مستقبلي كله انقلب فوقاني تحتاني عشان عشر علامة، التخلف هذا مش موجود إلا عندنا. فلازم يكون في لجنة أو مكتب أو جهة حكومية تدل طالب التعليم الأساسي إيش يسوي بالثانوي، بعدين تدل طالب الثانوي شو التخصص اللي يدرسه في الجامعة، وبعدين بعد الجامعة تقول له شو يسوي أو وين في فرص عمل، لأنه إحنا كبشر طبيعيين دائما نحتاج اللي بوجهنا. ياريت هاي الفكرة توصل لحدا من المسؤولين ويطبقها أو يفكر فيها على الأقل، حطها بباله ويعرف إنه هيك أنت بتوفر على البلد ملايين. أنت بدل ما يطلع نص الشباب عندك عاطلين عن العمل بيشتغل وبفيد البلد 3-4 سنين، وبعديها بيطلع برا ويصير يحول لأهله فلوس، ومن هاي التحويلات في مليارات بتدخل لخزينة الدولة والدولة بتستفيد منها. احنا مش طالبين منك مشروع بمية مليون فرع يكلفك مليارات، لا، مكتب فيه كرسيين وطاولتين بس، وما في داعي تعين لأنه كل دائرة حكومية نص اللي فيها معينين على الفاضي، انقل اثنين بفهموا من مكان لمكان ثاني ويقوموا بهالوظيفة، مش قصة يعني. لو بدك تطلع بلاد برا أعطيك مثال ثاني. صديق إلي طبيب كان في لندن في سنة من السنوات قال لي أنا في يوم من الأيام قاعد في البيت، هو أيامها كان عزابي، فأنا قاعد في البيت دق علي الباب واحد، طلعت صباح الخير صباح الخير، قال لي عندك أطفال؟ قلت له أنا مش متجوز أصلا بس حابب أعرف ليش بتسأل يعني. قال له إحنا من منظمة أمراض القلب البريطانية، إحنا اللي بندرس الناس وبندرب الممرضين والأطباء على السي بي آر والإنعاش القلبي والأشياء هاي، فإحنا السنة الماضية كان عندنا هدف إنه كل طفل
في بريطانيا عمره فوق 9 سنوات يعرف يعمل الإنعاش القلبي اللي هو الأساسي، يعني بس يعمل كومبريشن دقيقتين قبل ما يصل الدفع المدني. قال له فوق 9، قال له احنا قبل 2-3 سنين كنا نقول فوق 12، السنة الماضية وصلنا لهدف انه كل طفل فوق 9 سنين بيعرف يعمل كومبريشن، السنة هاي بدنا نشتغل على الفئة من 6-9 سنوات، عشان السنة الجاي كل انسان مش بس طبيب او ممرض، كل انسان موجود في بريطانيا فوق 6 سنين يكون بيعرف يعمل CPR الاساسي اللي هو بس الكومبريشن قبل ما يصلوا الدفاع المدني. فانت شو بتحكي؟ ممكن تكون ماشي في الشارع تلاقي اللي جنبك انهار على الارض وقلبه وقف، وتلاقي ولد عمره 12 13 14 سنة اجا وقف جنبه قرب منه قال له تخافش انا متدرب على CPR كويس، انا راح احاول اعمل كل اللي بقدر عليه قبل ما يوصلوا الدفاع المدني، انا طلبتهم دقيقة ونص بكونوا هون، وبلش كومبريشن والناس قاعدة بتتفرج. احنا عندنا بكل واحد عمره 30 سنة وبس شغلته في الحياة يدخل على جروبات الفيسبوك وحط له صورة وردة ومكتوب عليها شكرا لقبول طلب الصداقة، او يتعرف على واحد قد اولاده ويقعد يبعث لها بالليل رد علي مش قادرة اتنفس. انا مش قصدي انه احنا عمرنا ما راح نصير بشر، بس شوف هم لما اشتغلوا شو صاروا، واحنا لما ما اشتغلنا شو صرنا. احنا بدنا نشتغل بس مش طالبين منك انك تخترع الذرة. اكيد كل بلد عربي فيها 50-60 ألف ممرض وطبيب بيعرفوا شو يعني CPR وبيعرفوا انهم يدربوا الناس عليه. فانت كطالب او كمواطن لقيت الدولة مقصرة في شغلة دور عليها، اولا طالب الدولة انها تعمل اشي زي هيك وتتولى مسؤوليتها وتفهم الناس شو يعني شغل شو يعني اختصاص وشو يعني تختار مستقبلك. رقم اثنين، انت كطالب خلصت توجيهي بروح على النقابة، بدي اصير طبيب بروح على نقابة الاطباء، بسأل، بدي اصير مهندس بروح على نقابة المهندسين، بدي اصير ممرض بروح على نقابة الممرضين، وهكذا بدخل على النت. هسا في شيء اسمه ذكاء اصطناعي في اجزاء من الثانية بجيب لك جواب على اي سؤال. اما اظلني نايم واستنى لما الجامعة تقبلني حسب معدلي وانا اصلا الخيارات حطتها هيك، اي واحد تيجي مش مشكلة بعديها بفكر شو بدي اسوي، هذا اسمه هبل. انا بعرف كثير ناس قعدوا 12 سنة في المدارس واربع سنين في الجامعات واشتغلوا 3 و4 و5 سنين وبعد 16 سنة او 18 سنة من حياتهم راحت في الهواء، اكتشف انه لو بعرف التمريض مش هيك ما كنتش اشتغلت ممرض، وراح ضيع في الجامعة كمان 4 سنين وصار اشي ثاني سواء محاسب محامي الله يوفقه. بس كيف انت شاب عمرك 26 سنة ومش عارف شو بدك؟ المفروض اللي زيك صار متجوز عنده اول ولد او ثاني ولد. لازم تتعلم كيف تدور على المعلومة وتتعلم من وين بتنجاب وتتعلم ما تضيع وقتك، ولو الحكومة مقصرة فيك بدك تقولها لا تقصر فيي. يا ريت تكون الرسالة وصلت، بتمنى التوفيق للجميع. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.